عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس. اليوم درسنا كان وأخواتها. كان لديها مجموعة أخوات، كان، صار، أصبح، ظل، ما زال، ليس، وبات. هذه أخواتها، هن يعملن نفس العمل في الجملة الإسمية. الجو حار كما قلنا، هذه جملة إسمية. دخلت هنا كان على هذه الجملة. لنرى هل أجرت أي تغيير كان في الجملة؟ كان الجو حارا. الآن ما التغيير؟ هل بقي المبتدأ مرفوع؟ نعم، لكنه سمي اسم كان ونصبت الخبر وسمي خبر كان منصوب. لنرى الجملة التالية. العلم مرفوع. من دخل على الجملة؟ ظل، وهي من أخوات كان. ظل العلم مرفوعا. ما العمل الذي قامت به؟ أيضا بقي المبتدأ مرفوعا وسمي اسم ظل، نصبت الخبر وسمي خبر ظل مرفوعا، خبر ظل منصوبا. عفوا. المنزل واسع. من الذي دخل على الجملة الإسمية؟ ليس، وتفيد النفي. ليس، ليس المنزل واسعا. أين اسم ليس؟ المنزل. أين خبرها؟ واسعا. ما إعراب خبرها؟ واسعا خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هل الفتحة علامة فرعية أم أصلية هنا؟ إنما علامة أصلية. أحسنتم. الجملة التالية. الطالبان مجتهدان. من الذي دخل على هذه الجملة؟ أضحى، وهي من أخوات كان. أضحى الطالبان مجتهدين. أين اسم أضحى؟ الطالبان. ما علامة رفعه؟ الألف. الألف فرعية أم أصلية؟ الألف علامة هنا فرعية. أين خبر أضحى؟ مجتهدين. كيف كان منصوبا أم مرفوعا؟ لا، بل خبر أضحى منصوب. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الياء، لأنه مثنى والياء علامة فرعية كما أسلفنا في الدرس السابق. الآن العاملون ماهرون. من دخل على الجملة؟ سارة. أين اسمها؟ العاملون. خبرها ماهرين. كيف كان الخبر؟ منصوبا. الآن إلى الجملة. الحق واضح. ما الفعل الناقص الناسخ الذي دخل عليه؟ بات. بات الحق واضحا. أين اسم بات؟ الحق. كيف كان؟ مرفوعا. وأين خبرها؟ واضحا. محالته الإعرابية منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة. الجملة الأخيرة. الطريق ممهد. أمس الطريق ممهدا. الآن ما الفعل الناسخ الناقص الذي دخل على الجملة الإسمية؟ هي أمس. صحيح. ما اسمها؟ الطريق. خبرها ممهدا، خبرها منصوب. الآن كان، صار، أصبح، أضحى، أمسى، ظل، ليس، بات. نحفظ هذه الأفعال الناسخة الناقصة التي تدخل، هي تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. نعيد القاعدة. كان وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. لدينا مثال معرب. أمس الطريق ممهدا. ما إعراب أمس؟ فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر، مبني على الفتحة المقدرة على الألف. أمس الطريق. اسم أمس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ممهدا خبر أمس منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. هكذا نكون قد أنهينا درس اليوم عن كان وأخواتها وعملها. نعيد بشكل سريع جدا. كان وأخواتها أخوات كان، ظل، ليس، أضحى، صار، بات، أمس. هذه هي كان وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. يعني الآن لن نعرب الطريق مبتدأ، لا لا لا، إنما نعربه اسم أمس. وخبر ممهدا لم يعد خبر فقط، إنما هو خبر أمس وهو منصوب. لا ننسى أبدا آلية عمل كان وأخواتها، ولا بد من حفظ هذه الأفعال الناسخة الناقصة. كان، صار، أصبح، أضحى، أمس، ظل، ليس، وبات. شكرا لكم لحسن استماعكم. أرجو أن أكون قد أفدتكم. أتمنى أن نشترك بالقناة ليصلنا كل جديد، وأرجو المتابعة الدائمة في بأمان الله وحفظه وبالتوفيق إن شاء الله.